الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم ما أخرجه الدارمي في سننه واللكائي في شرح أصول السنة وغيرهما من أهل العلم من أخرج هذا الأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، أنه قال: كانوا يرونه، أي الرجل، كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر، كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر. وهذا الأثر العظيم فيه ميزان السلف في معرفة الرجل هل هو على السنة أو على البدعة. فكان السلف رحمهم الله تعالى يزنون الناس بهذا الميزان، وهو ميزان الأثر، هل هو على الأثر أم ليس على الأثر. فإن كان على الأثر فهو على الطريق، أي على الطريق المستقيم والسبيل الموصل إلى جنات النعيم، وإن لم يكن على الأثر فإنه على الضلالة التي تؤدي بصاحبها إلى نار الجحيم. وهذا هو الميزان الذي يجب أن نزن الناس به، أن نزنهم باتباعهم للأثر أو مخالفتهم للأثر، هل هم على الكتاب والسنة أم هم مخالفون للكتاب والسنة. فيعرض العمل ويعرض القول على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح رحمهم الله رضي عنهم، فإن وافقهم فهو على الخير وإن خالفهم فهو على الشر. وهذا الأمر العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به عناية عظيمة، كما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: إياكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في خطبة الجمعة في هذا المجمع الكبير، تحذيراً للناس من الوقوع في البدع. وفي حديث العرباض بن سارية عندما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، وفهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الموعظة أنها وصية مودع، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تمر عليكم عبد. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تحذير الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في البدع، وكان يوصيهم بالتمسك بالسنن. إذا كانت هذه الوصايا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لنا من باب أولى. لذلك على المسلم قبل أن يعمل العمل أن يرى هل هذا العمل عليه أثر أم ليس عليه أثر، والمراد بالأثر الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من القرون المفضلة. فإن كانوا كذلك، فإن كان عمله كذلك فالحمد لله، وإلا فليتوقف. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. وهذا مبالغة في اتباع السنة واتباع الأثر، وأن لا يخالف الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا الميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر علينا، قال: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأيضا في حديث الافتراق عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال الصحابة: وما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا ميزان، وهذا الميزان الذي ذكره ابن سيرين، كانوا يعتبرونه على الطريق ويرونه على الطريق ما كان على الأثر. هذا هو الأثر، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الميزان الذي
يوزن به الناس، ولا يوزن الناس بقول فلان أو علان، وإنما يوزنون بكتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف. ولذلك إذا عظم المرء الأثار واتبع الأثار فإنه يعظم قدره عند الأمة. ولنا في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أسوة وقدوة، فكيف ارتفع الإمام أحمد وعلى شأنه حتى ذكر في هذا المجلس وترحمنا عليه وترضينا عليه رحمه الله ورضي عنه، إلا باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب ما جاء عنه رحمه الله تعالى في اتباعه للسنة ما ذكره تلميذه إبراهيم بن هانة رحمه الله، قال: اختفى عندي أحمد، يعني في محنة القول بخلق القرآن، قال: اختفى عندي 3 أيام، ثم قال لي: اطلب لي موضعا أتحول إليه، اطلب لي موضعا أتحول إليه. فقال له إبراهيم بن هانة: إني لا آمن عليك يا أبا عبد الله، يعني إذا خرجت من هذا المكان لا آمن عليك. فقال: إذا فعلت أفدتك، إذا فعلت يعني جعلتني أتحول من هذا المكان أفدتك بفائدة لا تعلمها، وهي سبب طلبه التحويل من مكانه إلى مكان آخر. قال: ففعلت. فقال أحمد رحمه الله تعالى لتلميذه إبراهيم بن هانة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار 3 أيام أو 3 ليال، 3 ليال ثم تحول، وليس لنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة. وهذا من عجائب ما نقل عنه رحمه الله ورضي عنه. ولذلك ما ثبت الإمام أحمد في المحنة التي كان عليها إلا باتباعه للأثر حتى على شأنه وارتفع قدره في الأمة رحمه الله ورضي عنه. ومن الأمثلة ما جاء عن الإمام ابن باز رحمة الله عليه، والإمام ابن باز هو شمس بين الكواكب، فقدره في الأمة لا يعدله أي عالم في هذا الزمان رحمة الله عليه. وهذا لا يأتي عفواً، وإنما يأتي باتباع الرجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما نقل عنه رحمه الله تعالى، نقله بعض تلاميذه عنه، أنه سئل رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، إما ينعلهما جميعاً أو يتركهما جميعاً كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: ظاهر الحديث التحريم، يعني ظاهر النهي في الحديث التحريم، أنه لا يجوز الإنسان أن يمشي بنعل واحدة. فسئل عن يعني رجل نعله قريبة، فهل يلبس النعل ويخطو إلى هذه النعل القريبة؟ فقال رحمه الله تعالى كما نقل عنه: ولا تستبعد مثل هذه الأجوبة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: استطعت أن لا تعصي الله بخطوة فلا تعصيه. فهذا من عجيب ما ينقل عنه في تعظيمه للسنة رحمه الله ورضي عنه. وهذا الشأن في كل أئمة المسلمين الذين ارتفع قدرهم وعلى شأنهم في الأمة، كل هذا بسبب اتباعهم للسنة. فلذلك على المرء أن يحرص حرصا شديدا أن يتبع السنة، وأن يبحث عن مضانها، وأن لا يفعل ولا يعمل إلا أن يرى هل هذا العمل عليه عمل النبي والصحابة أو لم يعمله النبي والصحابة، فإن هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال، مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، فهذا هو طريق النجاة وهو سبيل جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسنن، وأن يجنبنا البدع، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.